أجلت محكمة الجيزة الحكم على قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه إلى جلسة 13 أغسطس. سبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة الجنائية في ختام التحقيقات التي بشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول المستشار أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال قد أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهم بعد تصويرها له فيلم إباحي أثناء ممارسة العلاقة الزوجية ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه. فعرض على المتهم الثاني حسين الغربالي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم به، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضع لذلك مخططا اتفق فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرونه. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتري أدوات لحفر القبر وأعد مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها وسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومد حارقة لتشويه معالمه قبل دفنها. وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حددوه لتنفيذ مخططهم استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهم. ولما ظفر هناك بها بغتها المتهم الأول زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضاً، ثم جثم مطبقا عليها بيديه وبالقطع القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك المتهم الثاني بها لشل مقاومتها قاصدين إزهاق روحها حتى أيقن وفاتها، محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثم غلى جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، ثم سكب عليها المادة الحارقة لتشويه معالمها. أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيليا في التحقيقات والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيان تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل. وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها بسبب كتم أنفاسها والضغط على عنقها وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.